كشف الصحفي الفرنسي جورج مالبرونو عن إمكانية توجه أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى المغرب بحثا عن وساطة مع السعودية لتجاوز الأزمة الأخيرة. الصحفي المتخصص في الشؤون الشرق الأوسط قال إنه بناء على معلوماته فإن الأمير قد يزور كل من المغرب وتركيا وقد وصفهما بحلفاء الدوحة. نفس المصدر شدد على كون الزيارات قد تكون بحثا عن وساطة مع السعودية خصوصا وأن العلاقات المغربية القطرية في وضعية جيدة. Thank you.